السلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب، ما بدي اطول المقدمة، بدي اسولف لكم كلمتان شباب حلوين. طبعا شباب اني انضميت لسلسلة ماستر كرافت في قناة مصطفى جيم اوفر حلوين. اعتقد شفتوا هذا المقطع قبلي اني على مود اني نزلته بعد ساعتين على مود مصطفى جيم اوفر، قال لي ما تنشر هذا المقطع بعد ما اني انزله وزي كده. الزبدة شباب انضميت لهذه السلسلة وان شاء الله راح افوز، بس شباب اهم شيء بدي اياكم تروحون تصوتون لي. طبعا شباب اني رقم 3 حلوين. طبعا شباب اني هذا المقطع راح اشوفكم خلف الكواليس شو صار، شو السالفة، شلون مصطفى جيم اوفر راح ينظم، شلون راح ينظم السيرفر، وشلون راح كده يعني هواي شغلات سويناها شباب خلف الكواليس. وبعد من اني قاعد اصمم واشتغل على البيت حقتي، هو طبعا شباب قال لنا صمموا بيت حلوين، راح تشوفون كل تشين. واتاسف شباب كلش على مود ما حكيت هواي في المقطع على مود مصطفى جيم اوفر كان يحكي، وبعد حمودي وكذا يوتيوبرز، بس اعتقد هذول 8 يوتيوبرز حلوين. لا اطول عليكم المقدمه شباب، اشترك بالقناه، انشروا هذا المقطع في كل مكان، اتمنى تصوتوا لي شباب. ويلا على طول نروح للمقطع. هسه راح نبدا بخلف الكواليس وبعدين راح نبدا في الشغل الصح، عرفتوا شلون شباب حلوين؟ فيلا ليتس جو للمقطع. ياب هيك مصطفى، في جوائز ولا لا؟ يا ان شاء الله. شنو الجوائز ابو الصوف؟ خلاص اكفى اداء جني ابو الصوف. ليش ما سويت بلوجن وورد اديت؟ وورد اديت وراح نقدر ننسخ ايزي يعني بلوجن خلف الكواليس. يا استوي تشفل كلهم صارت كاريه ويا ابو الصوف كلهم والله راح تقعد لنا تاريخ هاي تاريخ والله. كيف انا بس انا والله عمي مصر ذكرتي بالاس مو بالسي. اوكي منو اجى؟ لا طب تسرب المسا موجه. هلا شنو هاي؟ شنو هاي؟ باي انا اكتب شباب بس مسافات ها حمودي مسابقه شنو؟ اوه حلو والله. لا بنايه تدري المسابقه شنو؟ تابع اول انا فين حمودي يا شباب؟ مصطفى ممكن مالي. اهلا اهلا صورة. اوكي لا دخل صورة كون حلوة هيك. اوكي مصطفى ممكن اجي يومكم يعني؟ يا اسحب اسحب شباب لا حد يكسر شباب فراس لا حد يسوي شيء لا حد لا مصطفى روح مصطفى اعطيني قمر كلفك حمودي. حمودي هاك هدية هاك حمودي هدية حمودي راح تشارك حمودي. خل احسب 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد 2 حرف الار شباب فاول لازم حمودي. شوف عندي مصطفى هلا والله نت كلش ضعيف سو حرف الار هذا اي اي مصطفى اسمع ولد تصور معي مقطع في قناتي بليز لا خلينا نكمل هذا المقطع اول. اوكي تمام لا بس مو الحين اكيد بعدين لا مصور حرب البيض فل 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 ما اجي الا ما حرب البيض مصور حرف الاتش جو ار فينسي فيجن فينسي يا مصطفى ها انت خربتها يا ورع اسم الله سوى والله ما انا والله ما انا الله اشيل هذا ابو الصوف اشيل هذا الخط اي شيء لساندستان برش
بعد مطلوب نسوي يا مدى لحد الحين نسوي خلفية ايش رايك دايموند خلفية دايموند ابو الصوت لا 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 دايموند حلوة 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 مثلا ياب والله والله خلفية حلوة او لانترن دقيقة بس لانترن بعدها ما خالص انا بقى انا حبيب وقف وقف دقيقة بس حمودي حمودي تعال حمودي حمودي وريع تعال تعال وينك تعال هنا انت شو اسمك هذا فراس لا 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 انا امير امير وينك وينك ما ادري اكبر اسمه لا انا هنا تعال اللي فوق يلا اوكي تعال 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 اوكي نقعد هنا بس ناخذ صورة بصوت تعال تعال وياي اخذ صورة وياي تعال ابيع صورة لا لا تفرشون لا فوق فوق مو لا قدام صورة شباب صورة بليز صورة هنا هي اي وقعت يا امير مجوز يا مجوز اوكي تمام حمودي حمودي عندي شيء يعني اذا انت حكم يعني ممكن اعطيك شيء وتفوزني لا لا ماكو وصلات ماكو وصلات صورة صورة وقف وقف حمودي حمودي وقف 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 ويري 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 تعال تعال طبعا تعال هنا انا كافي كافي صورة والله لا بس هاي الصورة بس هاي وين وين العلم وين العلم هنا انا اتهني هنا انا كيفكم مستيب يا امي اوكي داما داما هاي الصورة شبهي هذا يلا شكرا شكرا حاليا يعني سبعة موجودين ياب ياب يلا يلا نشغل شي غرفة ونبدأ النقطة يلا حمودي شارك حتى نصير ثمانية يلا حمودي يلا يلا حمودي يلا اوكي يلا يلا حتى لو تجيب العيد ما هو مشكل نحن كمان راح نجيب حمودي يلا مشانا اصبر اسجيب لك واحد اسجيب لك واحد المهم المتابعين يعني اذا شاركت خلاص شو مصطفى كذا شو اصبر اصبر ديسكورد شباب بما انتم موجودين كل واحد يختار غرفه ياسين يمك 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 ياسين هنا اوكي كل واحد يدخل بغرفه كل واحد يدخل بغرفه انا يمك لا لحظه 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 فراس فراس يا فراس لحظه نعم نعم انت رقم واحد نكتب حتى يعرفون مش 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 راح يكون تصويت يعني مو انا اللي اقول انت يعني مو راح اقول انت فائز وانت خسران لا متابعين الناس تصوت لكم هلا هلا مصطفى رقم اوكي راح راح اسوي رقم اثنين جميل والله يا صديقي شوف كل واحد يكتب يكتب رقمه من برا شوف طول انا تنين تنين تعال نعم نعم امير اسمي امير اكتب رقم امير اوكي تمام تنين هنا رقم اربعة وين يعني يعني دقيقة شباب ارقامكم ثابتة لا حد يغيرها انت ليش تحب تسوي اضافات؟ سويت سيرفايفل اخليك اخليك خليك تبني سيرفايفل شو رايك رقم خمسة حلو ستة شباب انت اي اكس رايت ترى انت يعني ما يصير اثنين ستة واحد ورا ابصوف نشيل الارقام من جوا يعني نحطهم بس برا لا 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 جوا برا شوفوا خلينا نبقى حتى نصور كل واحد يختار له مكان يبقى بيه ثابت مصطفى صوت بيه بس قلنا راح تطلع ديسكورد طب انا الرقم انا
انا الواحد يبقى في كل واحد ياخذ له غرفه يا ولد. يلا خلاص كل واحد يختار غرفة ويظل يبقى واقف بيها حتى تقعد ممنوع واحد يطير يغش ممنوع الطيران؟ لا تطير ومثلا تشوف اللي جنبك غش. اوكي اوكي ترى حمودي موجود مراقب. مصطفى شفت هاي مال 100,000 حطها في ال 100,000 لايك اوكي حطها. اوكي ابو الصوت راح اصورك. ها هلا نحط بلوكات مخفية فوق. يب دا كريتيف تبين دا كريتيف تبين. خلاص شباب عثق على احد يغش على الثاني. عثق يلا خلاص تمام اصور. اي راح اصور. يلا شباب لحد يشيل الميوت خليكم اوكي. يلا 1 2 3 اوكي. او ده يقول لي اوكي خلاص بابا حتى لا تحكي حتى لو يسألك شو اسمك لا تقول له لا تحكي بعد ما شاء الله. يلا 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 خلاص يلا يلا شباب يلا 1 2 3 بس قعدوا لا تحد يطير شباب ارجوكم شباب 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 لقطة صوت جماعية كلكم ورا اي جماعية حلوة يلا 1 2 3 السلام عليكم شلونكم شباب شو اخباركم وياكم حمودي والمتابعين شلونكم شباب شباب اليوم رجعنا لكم سلسلة جديدة اسمها ماستر كرافت. فكرتها خاشوكم اول شيء تصميم ماستر كرافت اوكي. الفكرة ماخذها من يعني مستوحات من برنامج ماستر شيف او توب شيف اللي هو متسابقين يطبخون وكل حلقة يطلع واحد كل حلقة يطلع واحد الى ان يبقى فائز واحد تمام. بس انتو اللي راح تقررون منو اللي يطلع راح احط لكم تصويت بالوصف وصوتوا للبناء المفضل عندكم. مثلا شباب كل واحد يروح على الرقم مالته على البناية مالته توزعوا شباب يلا ليتس جو وين راح مو من شوفوا الورد بالدعم شباب. المسابقة كريتيف كل واحد عنده رقم مثلا عندنا رقم واحد المتسابق XX فراس YT هذا مكانه للأبد أوكي. رقم واحد مثلا عجبكم إذا كان أحلى تصميم تدخلون على الرابط تدخلون على رقم تمام يفوز يعني وأقل واحد يطلع أوكي. عرفكم برقم سكايليف 1928 رقم 2 المتسابق الثالث أمير سلو رقم 3 أمير سلو رقم 3 سابق الرابع سابق الرابع سو لايك شباب شباب ياسين 007 لايك شباب لايك مثل ما قال حمود كم لايك كم ما ادري شباب بدك تقول 200,000 200,000 بدك تقول 200,000 لا 200 اوكي 200 نال دجاجة ما ادري ايش جابها نال كتكوت رقم 8 لا نرجع منك رقم 8 هسه اجيك راجع لك اوكي. رقم 5 عندنا ساسوكي او جيمر مو ساسوكي مضبوط مضبوط اوكي مضبوط شباب 6 اسير او اسرار رقم 6 رائد اسمك قلت مضبوط رائد او رائد اكس دي والاخير لاخيرا ليس اخرا رقم 8 سيناتور مضبوط سيناتور محمد اوكي رقم 8 اوكي شباب راح نطلب تصميم ام شوفتكم هاي الماستر كرافت اسم السلسلة مشرفنا ال نو فتشي ابنه مثلا اريد ابنه السيارة اوكي مدة 10 دقائق من أقول وقف والكل راح يوقف وأنتوا تصوتون منو أحلى تصميم يعني والنسبة أقل واحد
هو اللي راح يطلع. اوكي شباب هل انتم جاهزون؟ 8 اشخاص جاهزين شباب؟ جاهزين. اوكي شباب الظاهر كلهم جاهز يقولون اي كلام. ياب 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 يلا شباب جاهزين. من اقول 2 3 يعني نبلش. يلا اريد شباب تبنون اليوم بيت. 1 2 3 روحوا 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 بيت 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 ولا فترة الدنيا. تمام شباب. ها انت ابني بيت ابني بيت يا شباب. 10 دقائق طبه يعني خلاص فقل انتو المساحة لازم تكفي وتحسبون حساب الوقت بس 10 دقائق فلاباتك حتى يطلع البناء متكامل يعني. اوكي فشدوا اوكي شباب الحلو ما جاي تشوفون قاعدين نشتغل على شنو اسمه سيرفر مو سيرفر السلسلة الجديدة حق مصطفى جيم اوفر. فشباب اتمنى تعجبكم هاي السلسلة. اعذروني كل الشباب على الاول ما قدرت احكي على مود والله شوي متوتر وزي كده فخلص توتر. طبعا شباب مثل ما جاي تشوفون هذه زي كده الحركات وان شاء الله باكر راح ينزل ما ادري انت اجيب وقت راح تشوفون هذا المقطع. المهم راح تنزل في قناة مصطفى جيم اوفر. المهم هسه بس خلينا نشتغل شباب واتمنى يعجبهم وتصوتوا لالي. انتم فهمين شباب بيكم كلكم تروحون تصوتون لالي على ود نفوز. قال لكم شباب اعتقد اللي راح يفوز له جائزه حلوه فالله ويانا شباب وان شاء الله نفوز بهذا التحدي حلوين. فبس شباب خلينا نشتغل. اتمنى شباب والله هيك قلت طبعا شباب انا رقم 3 حلوين. خلينا نوصل هذا المقطع. طبعا شباب اتاسف كلش على مود ماكو مقدمه اعتقد اكو مقدمه سويناها ببدايه المقطع ما ادري شباب. المهم شباب بس خلينا نسوي هيك منكم راح تسمعون موسيقى بعد ما اسوي كذا فيعني اوكي شباب حلوين بس خلينا نسوي كذا. اوكي بس خلينا خلص. طبعا شباب عندنا 5 اعتقد 10 دقائق ما ادري ايش قد قال لنا مصطفى جيم اوفر في البدايه. المهم نسيت هسه بس شباب لازم نشتغل صح ونسوي بات يعجب المشتركين. انت مهم شباب بدي اياكم كلكم تروحون تصوتوا لي عرفت شلون. غلسوا عليها الضال شباب مال ما ادري شو اسمها. هذا بالصوف شباب مثل ما جيت تشوفون هلا بالصوف. اوكي تمام. اوكي هاي شنو هذول يا ليل. اوكي بس خليني اسوي اول مره هذول حلوين. اوكي بعد هذول اوكي طين طين. اوكي تمام هسا اعتقد كلش كلش حلو. بعدين راح نسوي شباب خليني بس افكر اول مرة شباب وش نسوي نم نم نم. يلا نقول هذي. اوكي تمام خلينا نسوي ديكور عرفتوا شلون شباب. فا لا لا شباب والله قبل قبل ما نسوي ديكور ثواني بس خليني اشوف اول مرة. يا الله يا الله يا الله شباب وش نحتاج يا ليل والله نسيت خرب عيشتي. اوكي خلينا نجيب مثلا جلاس شباب قزاز نقول. اوكي خلينا نجيب القزاز الاحمر حلوين نسوي بهذا الشكل يا شباب. اوكي اوصف لي سمانة لا مو معنا. اوكي تمام هسه بس خلينا نشوف. اوكي تمام يا الله يا الله. اوكي اوكي تمام اوكي تمام يا الله يا الله شباب والله كلش متوتر قلبي قاعد يدق في المليون عرفت شلون شبنا حلوين. فالله يسترنا شباب الله معنا ويكون في عوننا وان شاء الله اتمنى افوز شباب فيعني اوكي حلوين فالله يستر شباب. اوكي نشيل هذول مره بعدين. اوكي تمام طبعا شباب حمودي اعتقد قاعد يراقب يمنا ما ادري شنو. المهم هسه خلينا بس نسوي بهذا الشكل اعتقد ان شاء الله شباب شكل حلو بعدين شباب راح نروح النتيجه النهائيه بعدين مو هسه. فياب اوكي تمام اعتقد كلش حلو هسه. هاي فارغه شباب ايش نقدر. اوكي تمام هيك هسه هذا الشكل وبعدين هيك وهيك. اوكي خلينا نشوف زين شباب بعدين وش نسوي ايش تبون. هيك شباب بليز ساعدوني ساعدوني شباب. او ماي جاد. اوكي نسوي بهذا الشكل اعتقد. اوكي 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 تمام نجي هيك بعدين. يا الله يا الله شباب اعتقد راح اجيب العيد وراح اخسر بهذا التحدي الله ويانا شباب. بس اتمنى كلكم هسه تصوتون حلوين. اكو موقع مدري شنو من ينزل مقطع مصطفى قبل راح نعطيكم الرابط ابيكم كلكم تروحون تصوتون عرفتوا شلون شباب. فالله ويانا. اوكي بعدين شنو راح نسوي من زي كذا شباب والله اعتقد ما ادري شباب. اوكي بس خلينا نسوي هيك هيك وهيك. والله شباب خايف مره انه اجيب العيد او ماي جاد يا شباب. اوكي على سريع
اوكي سريع سريع اوكي تمام يا الله يا الله اوكي هيجي وهيجي 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 يا رب او ماي جاد شباب والله خائف خائف مره كلش كلش خائف والله ويانا شباب دعونا انت في التعليق اوه جبت العيد جبت العيد جبت العيد جبت العيد اوكي هيج بعد اوكي تمام هي بعد هنا وهنا حلوين هسه شباب لازم نغير شوي نسوي اوكي دقيقه ندخل هنا اوكي شباب خلينا نشتغل شوي سلابات نحط زي كذا اوكي يا الله اعتقدنا شباب وانا والله ما ادري شباب الزبده هسه خليني اسوي بهذا الشكل بعدين اشوف راح اغير الشكل لو لا فيب اوكي بهذا الشكل اوكي تمام شباب 5-10 دقائق اعتقد ما يحرن او ماي جاد اوكي روح 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 اقول مور روح 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 اوكي تمام يا الله يا الله يا الله اوكي تمام شباب اعتقد هاي راح اشيلها واني عرفت كيف فراح اشيلها راح احطها بشيء شغل بشيء ثاني عرفت شلون فشيل شيل ابو المور يلا 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 اوكي رجع هاي بس اول مره اوكي ابو الصوف اجاني لا لسه ما اجاني اوكي بس خلينا نسوي هيدا او ماي جاد والله شباب خايف خايف لاخسر اليوم خايف لاخسر اليوم اوكي شباب خلينا نشوف النفت ستون هي شنو هذا ابو المور بيدي اوكي نسوي لنا ستون نقول نم 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 شباب والله نسيت اوكي نحط شباب باليز باليز شباب باليز لا باليز لا اوكي نحط شباب ستون العادي اوكي اعتقد يجي هيك لا لا شباب مو حلو اوكي يلا معلش عوافي اوكي اوكي بس خليني ارجع هاي المره هي ويلي ويلي اوكي تمام اوكي شباب رجعنا بعد ما سويت هاي الشغله فالله ويانا شباب وانا ادري شباب اعتقد اني راح اجيب العيد شباب بس الله يسرنا اوكي خلينا نشتغل هسه هي ابو الصفر راح شباب اعتقد او ماي جاد والله ما ادري شباب راح لو لا فياب اوكي ما ادري شباب اذا علق على صورتي الحين لو لا بس راح تشوفون كل شيء في المقطع عرفت كيف شباب فياب اوكي بس خليني نشيل هذول اول مره كلهن حلوين نشيلهن كلهن نسوي كذا كذا كده كده شباب ذاك عمودي اوكي والله شباب اول مره هيك اشترك بمسابقه والله ويانا شبابنا الحلوين اوكي تمام بعد هيك نسوي زي كده بعدين اوكي تن 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 حلوين تمام نسوي بهذا الشكل اوكي حلوين هسه شو نسوي شباب اي شو صار شباب وري وري اوكي تمام هسه شباب نسوي مسبح اوكي بس خلينا نسوي شباب اوكي بون ميل شباب نجيب شوية بون ميل نسوي شجرة زي كده نحطها ضل هنا لا شباب نبعد شوي هيج اي اوكي اوكي يلا اوكي تمام شباب وقف 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 اللي يبني يطلع اللي يبني يسر كلكم صعدوا على فوق ليه فوق يلا بسرعة اللي يكمل يخسر يعني شباب تسمعوني بس سووا ميوت من عندي اوكي سووا ميوت شباب بس سووا ميوت يلا شباب ترى المشاهدين قاعد يشوفوا فوق لا تصوتوا تمام صعد فوق حتى ما يعني مثلا ياسين يجوز يصوتوا لك يجوز اكو واحد مثلا اصعد اصعد لا تطين لا تطيني رشوة اصعد اصعد فوق يلا اللي والله اللي نازل جوه وما واقف له كيف اللي يضل والله راح يخسر راح يخسر اوكي تعرض متسابقين حمودي تعال وياي يلا تعال وياي بس راح اطرده هذا رقم 4 وقف راح اطرده قبل فترة راح اطرده والله هذا اكسر خلي خلي
خلي اضطرت بعد لا هذا صعد يلا اذا نزل اذا نزل اضطر عندنا شباب احفظ الارقام كل تصميم حفظ رقم لان التصميم على رقم واحد فراس او بيت مودرن شباب اللي الباقين المتسابقين لا ابقوا بمكانكم بيت مودرن حال التصميم الصراحة مطرات الدنيا عمودي سوينا اوكي التصميم كوارتز يعني وبي اوراق اشجار يعني مسوي حديقة بسيطة عندنا هنا منا ندخل بطاق ندخل كثف حلو شباب رجعوا شباب رجعوا اوكي اثاث ماكو بس زجاج شباب هو الوقت 10 دقائق يعني حقهم ما خلصوا حلو البيت هذه نظرة كاملة للبيت واذا عجبكم صوتوا دخلوا للرابط وصوتوا بنهاية الفيديو تمام هذا رقم واحد نجي هسه الرقم اثنين اللي هو اسمه سكاي ليف او لايف اوكي رقم اثنين كابل ستونيت شباب جوري الارضية ما كملها الارضية ما كملها الوقت كان قصير يعني عادي هواي ناس هواي ناس ما كملوا اذا عجبكم صوتوا هو الصراحة اذا مكمل يعني يطلع بيت كامل اوكي هذا رقم اثنين خلصنا اللي هم يحب يصوت له رقم اللي هو امين شباب هلو شباب ليها حلو ندخل شباب البيت صح ما مؤثث بس حلو تصميم حلو جميل هذا هو يب تشزل رقم ثلاثة ندور رقم ثلاثة شباب شباب هذا كان المقطع بشكل كامل اتمنى عجبكم مثل ما جاي تشوفون في الاول الخلفي كواليس كله وبعدين المقطع وبعدين شباب علق على تصميمي اعتقد ان شاء الله الباكر اني انا المقطع حق مصطفى جيمر ما ادري ايش قال بالضبط على مود هواي صار تقطيع في الصوت اعتقد مشكل من نت حقي او من نت حق مصطفى الزبده شباب اعتقد اكو مشكل خلل بالصوت المهم اتمنى المقطع عجبكم اذا عجبكم المقطع لا تنسون تدعمونا بلايك واشتركوا بالقناه اذا مو مشتركين فعلوا جرس اشعارات وان شاء الله شباب السلسله هاي بعد ان شاء الله اذا فزت وانتم ما راح تصوتوني ان شاء الله راح افوز واستمر وبعدين اعتقد 8 حلقات واذا فزت زي ما قال لكم مصطفى تقدر يعني راح اخذ مصطفى اوكي راح اخذ هديه اوكي انا جبت العيد من الحكي اوكي شبني حبايبنا اشترك بالقناه اذا مو مشتركين فعل جرس الاشعارات وبس مع السلامه باي باي